أنه ينبغي لطالب العلم أن يختار من المعلمين أحسنهم علما وتعبدا وخلقا، حتى صاحب العلم يفتح عليه أبواب العلم، والمتعبد يفتح عليه باب العبادة، والخلق يفتح عليه باب الأخلاق، فيختار من المعلمين من يكون متميزا في تحصيل العلم ليسهل له الطريق ويفتح له الأمور التي قد غلقت ويقعد له القواعد المفيدة ويؤصله تأصيلا نافعا. إن وجود المعلم المفيد نافع للغاية، فإذا لنبحث عن المعلمين الجادين والمعلمين المتميزين حتى يحققوا لنا العلم ويساعدون في تحقيق العلم. ولتعرف مزية هذا الأمر انظر إلى أثر الإمام الشافعي على الإمام أحمد، فإن للإمام الشافعي أثرا كبيرا على الإمام أحمد، فاتقى ذهنه وجعله يحقق المسائل تحقيقا، فأضاف إلى علم الرواية عند الإمام أحمد أضاف إليه علم الدراية. وقد تكلم الإمام أحمد عن الإمام الشافعي وفضله عليه بالكلام الكثير رحمه الله رحمة واسعة. إذن ينبغي أن نكون كذلك، وإذا أردت أن تدرك هذا في المعاصرين جرب ساعة تسمعها للشيخ العلامة المحقق الرهامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وساعة تسمعها لغيره، ففي الغالب ستجد أن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يقرب لك العلم تسهيلا وتحقيقا وبيانا وتوضيحا رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله جميع علماء المسلمين. ولتزدد يقينا في ذلك اقرأ 20 صفحة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو مجلدا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومجلدا لغيره، ستجد الفرق الكبير. لذلك لو وفق الرجل للعالم المحقق فسيختصر له الطريق ويبصره بالأمور ويزيده فرقانا ووضوحا، فإن حقيقة العلم هو التفريق بين الحق والباطل كما بيّن هذا ابن تيمية في أواخر التدمرية.